السلام عليكم ورحمة الله. اليوم كتبت نموذج أسئلة اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط الشهر الأول، طبعا بس الوحدة الأولى. كتبت قطعة خارجية وجبت هذا التنقيط وإنشاء عن كارين، وشنو بعد، اختر ما بين الأقواس وجرامر والقصة. زين، هسه خلينا ناخذ نقرأ القطعة الخارجية. هاي ماي نيم از سامر. هاي، هلو، انا اسمي سامر. اي ام 16 years old. عمري 16 سنة. اي ام فروم جوردن. انا من الاردن. اي اولويز واتش تي في. دائما اشاهد تلفاز. ماي فافوريت فيلمز ار كارتونز. وهوايتي أن أشاهد الأفلام والكارتون. After my school، عندما أرجع إلى البيت. I go fishing and swimming. أذهب إلى الصيد والسباحة. With my best friend أحمد twice a week. مع صديقي المفضل أحمد مرتين بالأسبوع. I wear blue jeans. أنا أرتدي الجنس الأزرق. But أحمد wears black jeans. لكن أحمد يرتدي الجنس الأسود. هنا هذا يعني ثلاث أسئلة، true false و complete واختيارات، يعني جبت من كل نوع. سامر is from سوريا. إحنا قرينا سامر من سوريا، لو قرينا من جوردانياته true لو false. false، شوفوا مواتي، إذا ما عرفت المعنى قارنوا الأسئلة ويا القطعة، قارنوها وشوفوا معناها. يعني مثلا هسه فروم، انتوا دوروا على فروم، وين كلمة فروم؟ باو عليها فروم، فروم وين؟ هي أتا فروم جاردن. زين، تو، المهم اختارينا فولس. هاو اولد از سامر كومبليت، يعني اكمل. شقد عمر سامر؟ قلت اي ام 16 years old. هي أتا اي ام 16 years old. زين، they go fishing and swimming once or twice a week. choose، اختر. كم مرة تذهب إلى الصيد؟ مرة أو مرتين؟ إحنا قرينا مرة بالقصة؟ لا، ما قرينا مرة، قرينا مرتين twice، والدليل وينها؟ إياته. أسئلة كلش حلوة، كلمات بسيطة وجبتها من الكتاب. زين، السؤال الثاني grammar، القواعد. القواعد أكثر شيء عندكم باليونت الأول، بس الماضي البسيط، الماضي البسيط، يعني أكو مضارع بسيط، لكن أكثر شيء المهم هو ماضي بسيط. I asked my teacher some question yesterday. correct، أول مرة أباوع على اليمن على الدليل مالت الجملة، يعني هايش عدي yesterday، هذا بيا زمن اليسترداي، زمن الماضي البسيط. شو اسم الماضي البسيط؟ باست سمبل، إضافة إيدي للفعل، ونيجاتيف بالنفي إضافة ديدنت، وبالكويستشن إضافة ديد. فهذه ما عندي كويستشن ولا عندي نيجاتيف، إذا أشوفها هذه مثبتة، فنخلي الأسك أسكت إيدي للأفعال قياسية، أضيف لها إيدي. سهى lost hair watch yesterday. I think this hair low hairs. انتو بس تشوفون hair و hairs يعني بيها s، ما تختارون الاس لان هذا ام الاس ما يجي وراها اسم، واحنا عندي سهى، فنختار hair. 3. مصطفى doesn't have a book lent him. mine or me. me، شنختار؟ mine. ليش؟ مصطفى ما عنده كتاب يعني هو عائد اليه. I do my homework but always. دائما ظروف التكرار ويا من؟ قبل الفعل، يعني نقول I ونخلي هاي ظروف التكرار يلا الفعل. I always do my homework. The cheetah is a beautiful animal. It is very fast. Join يعني اربط، and لوبات شنختار لها؟ نختار لها، خل نشوف. The cheetah is a beautiful animal and، يعني نختار لها and مو but، لأن البات يعني أكو جملتين
هذا متناقضتين. فهذه عندي الآن يعني جملتين، يعني شو نقول متساويات أو مربوطات، فنختار آند. الآن شنو هو؟ أخلي أنزل الجملة الأولى، وقبل الجملة الثانية قبل الفاعل أخلي آند، وما أخلي وأشيل الفارزة لأن ربطتها بكلمة آند. آند it is very fast، وخلي النقطة. طبعا التنقيط حتى لو بدون يعني بالجمل ترى مطالبين بها. هنا عندي قصة الكتاب عن أحمد وكارين، ما عندكم بس هي هذه. How did أحمد get back to his hotel؟ شلون وصل أحمد للفندق؟ He took a taxi، أخذ شخذ أخذ تاكسي. زين، Where does Karen come from؟ من أين كارين؟ إحنا ندري بيها من أستراليا. She comes from Australia. كارين is from Iraq لو أستراليا. يعني جبت لكم مرتين، يعني أم اختيارات وهم تجي أكمل. طبعا أستراليا. كارين likes to eat fish complete. كارين كانت تحب تأكل سمك. هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع، هنا عندي إضافات. نايس نايزلي إضافة ly، sad نضيف لها ly. زين، بوك بوكس إضافة s، فوت votes فوت فوت فوتس بس ضفت لها s. هنا عندنا كلمات يعني أحرف ناقصة. lovely، مع هذه كلمة lovely، إذا شنو؟ boring. boring لازم كلمة boring، هذه معاكسات تحفظوها. stay stay take took، هذا عندي ال هذا الماضي البسيط، وعندي مو عبالكم هاي تيك رأس نضيف دولها ايدي، لا اكو افعال شاذة واكو افعال قياسية، فالتيك صير توك. هنا walk walking ايدي سي، هاي سو مثل هذه سي سو. مقالي اخر سؤال اللي هي التنقيط هنا، وعندي الانشاء. التنقيط قايل لي ألي أند ندى وين تو لندن، خلينا ننقطها. تنقيط أقول ألي بالكابيتال، أند تنزل، ندى بالكابيتال اسمها، وين تنزل؟ تو لندن، لندن بالكابيتال، وخلي نقطة. ليش خليت نقطة؟ لأن شنو؟ ما عندي سؤال، يعني ما بادية بسؤال. يعني شوفوا ألي وندى ولندن ونقطة. زين، هنا عندنا الإنشاء عن كارين، وأنا كتبت لكم إنشاء عن كارين نزلته لكم. إن شاء الله تستفادون من هذا النموذج، وكلش مهم هذا النموذج، يعني من كل شي جبت، يعني من كل شي جبت. وإن شاء الله التوفيق.